بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن العلاقات الاجتماعية، ضرورية جدا. في هذا الدرس اكتشف العلماء حديثا أن العلاقة الاجتماعية مفيدة للدماغ، بل وتزيد من حجم مناطق محددة فيه، وبالتالي وجدوا أن الإنسان المنعزل يعاني من بعض الأمراض النفسية، ويكون جهاز المناعة لديه ضعيفا مقارنة بالذي تعود بناء علاقات جديدة. في دراسات حديثة تبين أن الإنسان الاجتماعي الذي يخالط الناس ويتسامح ويعفو ويصبر تكون مقاومة جسده للأمراض أكبر، ويتمتع بصحة جسدية ونفسية أيضا أفضل. ولذلك ينصح العلماء بضرورة الاختلاط الاجتماعي بين الرجل والرجل والبنت والبنت والتسامح أيضا. وسبحان الله، لقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر قبل 14 قرنا، عندما قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، والله أعلم.